مشاهدي 360 مرحبا بكم حلقه جديده من نايضة هوليوود واللي من خلاله غادي نتعرفوا على حياه العديد من المغاربه الناجحين في امريكا. والضيف ديالي اليوم جاك لاعب كره اليد من قنيطره ليصبح شريك راين غوزلين الممثل العالمي في اشهر مطعم مغربي بلوس انجلوس. انه المغربي عبد الصمد بن عمور المعروف باسم شيف بن. شيف بن مرحبا بك معنا على 360. اول حاجه بغينا نعرفوا كيفاش دخلتي لعالم الطبخ؟ شكرا على الفرصه. والعالم الطبخ جا غير هكاك في الحقيقه، لان جيت انايا من لوس انجلوس في 89، عندي 32 سنه هنا، وجيت ايتيديون بحال لي ماروكان اللي كيجيو للبلاد، ولكن ما كانوش عندي لي مويان باش نمشي للمدرسه، وخدمت شي خدامي بزاف، ولقيت الراحه ديالي اللي غناخذها هي نخدم في لي ريستورون، نتلاقى مع الناس وداك الشيء. وفيما كنت كندير شي ماكله للناس اللي كيجيو عندي في الدار ولا شي حاجه، كلشي كيقول لي هذه الماكله راه خصها تكون في الريستورات، خصها تكون في هذه. وكنقول للناس زعما راه غير كيكبروا بيا بان الماكله ديالي مزيانه، لان فيما كناكلوا حنايا وفي المغرب كامل تاكل في اي بلاصه ديما الماكله زوينه الحمد لله. ولقيت الراحه ديالي وخدمت بزاف لي ريستورون، منهم ايطاليان، منهم انديان ريستورانت، منهم العالم الكبير ديال الطبخ. وفي الاخر حليت المقهى ديالي الاولى كانت كافي باري، والناس كدير عليا لالين باش تشرب القهوه ديالي. ومن بعد درت جيت لوس انجلوس من اورانج كاوني، جيت لوس انجلوس ودرت باش ندير الحفلات للناس انا وكريس انغولو اللي هو سوموليي. ومن تما انطلقت ولينا كنديروا الايفنت عند الناس، وكنت كنكري غير لا كويزين بروفيسيونيل وندير الماكله ديالي ونمشي وندير الايفنت، والناس كلشي ولاو كيعيط ليا ومنهم. هكا بدات الحياه هي في الاكل. I want to welcome all of you here to Tajin Beverly Hills. كيفاش جاتك الفكره باش تحل مطعم هنا في لوس انجلوس باسم تاجين؟ في الحقيقه كلشي كيسولني هذا السؤال، والسؤال فاش درت انا فاش قلت لك جيت لوس انجلوس وبديت هادشي ديال الايفنت وكندير الحفلات. واحد من الحفلات اللي كانوا ديال راين غوزلين، فاش درت له الحفله في داون تاون كان كيسكن في اللافت، كان باقي صغير عنده 22 عام، درت له الحفله ديالو وجاب واحد الصديق ديالو باش يبيع له لي طابلو ديالو في الارت. وفي الاخر قال لي بان الارت كان هو الماكله ديالك وبغيت ناكل الماكله ديالك كل نهار، فين هي ريستورت؟ قلت له ما عنديش. قال لي واش انتريسي نحلو انا وياك ريستوران مجموعين. تعرفنا انا وياه 6 شهور، كنت صاحبنا وكنخرجوا بعضياتنا وعرف الحياه ديالي وداك الشيء. وفاش لقيت هذه البلاصه صغيره وقلت له هذه هي اللي بغيتك، ما تخسرش الفلوس بزاف ولكن غنبداو في هذه البلاصه هذه. وهكا انطلقت الريستورا. والحياه في هذا الريستورا فاش تلاقيت مع راين غوزلين ماشي كصديق، اكثر من صديق، اكثر من اخ. عشنا انا وياه السنتين الاولى فاش سال هو الموفي النوت بوك، خدم هنا عندي دوش واشر، خدم عندي سرباي، فغيمون عطاني واحد لا بويسونس ديال راه انا بغيت هذه الماكله الناس تعرفها واللي هي لا بوف ماروكان ديالنا. غير انا في الماكله ديالي ديفيرون على بزاف، لان كنشوف في الماكله ديالنا كلها ماجيكو. ومنين حنا عشنا مع لي زاميريكان بزاف كنوليو بحال اللي كنجبد لي زيكواسيون د بلادنا ونحطها لهم في لاطابل ندوي كيفاش هما ياكلوها ويتقبلوها ويعشقها يجي ليها لا غد ليه، ماشي توحشها. وبغينا نبينو راه ما بقاش، ما بغيناش نديروها كيفاش كبرت انا هي كتروبريزونتيني هاد لاصال. زعما واخا كبرت انايا في القنيطره ولكن كنا فرحانين اي حاجه. بحال اللي سولوني الممثلين قالوا لي انت لا كنتي ملياردير شنو دير؟ قلت لهم بحال اللي عطيتوني قصر ما نقدرش نعيش فيه. بعد نوبه الفرح ديال الانسان هي حنا نكونوا فرحانين والفرحه ديالنا، ونكونوا كنعرفوا شي حاجه اللي كدير في الحياه ديالك خصك تكون فرحان انك كديرها. ولا ما كنتيش فرحان ما كتعطيكش شي حوايج بزاف. The passion comes from my background actually and the hard work in this country for the last 30 years. And who make this place happen actually thanks to my two buddies, the writer, famous writer Chris Angulo and the famous actor Ryan Gosling. من لاعب كرة اليد في قنيطرة لصاحب أشهر مطعم هنايا في لوس أنجلوس، كيفاش كانت هذه الرحلة؟ الرحلة لا قلت لي نعاودها نعاود بحالها لأنه ما بغيتهاش تبدل تبقى هي هي. وفي المغرب كنت انا من ابرز اللاعبين اللي كنت مع النادي القنيطري، وكنت هوند بولور،
كنلعب الهوند وكنلعب جميع الرياضات في المغرب، لا من الفوت لا من هادي، ولكن كنت في البريمير ديفيزيون تساريت المغرب ديالي غير بالهوند، لان كانوا كيديونا كل مره لعبوا مع وجده مره هادي. وفي الاخر فاش خديت مشيت لفرنسا عام في 86، رجعت للمغرب دومونديت على استراليا ما عطاوهاش ليا، دومونديت على امريكا قالوا لي مرحبا بك، وقلت هاد الدوله هي اللي غنمشيها. وكتعرف انت قنيطره كان عندنا لاباز امريكان، الحلم ديالي كان من الصغر انني واحد النوبه غنجي للامريكان، ماشي وجات وربي حقق لي ديك الحلم، وبزاف الناس ما كانوش كيظنوا انا نكون هنا. وفاش جيت لهنا فريمون فاش كنخدموا من قلبنا وكنلقاو راحتنا وداك الشيء ما كتحسش به حتى كيتطور. فاش لحقنا انني ها انا عندي احسن ريستوران وكيجيو عندي كاع لي ستار وانت كتعرفهم، الماكله ديالنا كنشوف فيها ابعاد اللي ما كيشوفوهاش اللي شاف. كنا كنخدموا كنا كنحطوا ان بلاطو كله ديليسيز، ولكن خصو يكون عنده ان اكسبيريونس، وهذا فين كنجي نلعب الدور اللي الناس كتبغي هادشي اللي كندير، لان ما كنشبعش ديما كنبدل الحوايج، ما كانش اللي درت لك اليوم اكله غدا ندير لك وحده اخرى غدا ندير لك وحده اخرى، باش الناس ديما تبقى عاد شانه وتجي عندنا. وكنظن ان هذا هو السكسس. الدرب ديالي هنايا كنسكن هنايا في دوهيني، كيمكن لي نتمشى للريستوران ديالي ابي، هذا هو الحاجه اللي مزيانه. وتبارك الله هنا في بيفرلي هيلز وفي لوس انجلوس اون جينيرال، اش غادي نقول لك، الجنه في الارض، لان اللي كنتمناوها كنلقاوها. زعما كاينه لا كومبيتيسيون مزيانه هنايا، وكيجعلنا حنا حتى حنا نكونوا فخورين بهذا الشيء اللي حنا فيه وكنديروه. الشريك ديالك اللي هو ممثل عالمي رايان غوزلين تيعرض على اصحابه المشاهير كلهم يجيو عندك هنا للطاجين، كيفاش تجيو الماكله المغربيه؟ دي كيت امبريس، كيتفاجئوا، لان كيمشيو لجميع الاماكن فاش كياكلوا الماكله المغربيه ديالنا ما كيقولوش اتس فيري جود، ديما ديك واو، ما كيكونوش كيكسبكتيو شي حاجه وكتجيهم اكثر من اي ماكله. اللي لان انا ديما التنافس ديالي ما كيكونش مع ريستوران مغربيه ولا واحد كيطير مغربي، كنتنافس مع الناس المزيانين اللي دايرين بيا في بيفرلي هيلز وفي لوس انجلوس. لا كنتي فرنسي ولا كنتي ايطالي ولا هذا، كنبغي نجبد انا الماكله ديالي ونحطها في واحد الاعتبار، انا كليت عند الفرنسي ولا عند الانجليزي ولا عند هادي، ودابا جيت عند الشاف بان ها هو غيعطيك لابوف ماروكان، والناس كيقولوا لي توب توب توب، وهذه اللي كتخليني نعس مزيان. ولكن كتبقى حاجه وحده ليكسبيريونس، فاش كتعطي الاكل وتعطي معاه ليكسبيريونس ديالو، بحال اللي كبرنا كاملين مجموعين، واخا نكونوا مخاصمين تقدر الطبله بيناتنا ولا كانت ماكله مزيانه نتصالحوا انا وياك، وهذه هي لو سكري ديال الاكل ديالنا. It's about the food, food, food and experience. That's what it's all about. كوني انا مقيم هنا في لوس انجلوس، انا عارف بان اصحابي الامريكانيين كلهم تيبغيو يجيو عندك هنا للطاجين باش يتلقاو رايان غوزلين. تنعرفوا انه هو تيبغي المغرب، تيبغي الماكله المغربيه، قلنا شي حاجه عليه خصوصا انا وعاون. وحنا كاملين بحال اللي يقول لك حنا لي زومباساد، حنا كاملين لي زومباسادور المخفيين ديال بلادنا. ورايان غوزلين من النوع اللي صيفط 40 ممثل باش يديسكفر المغرب، وجل هنايا وعارف على المغرب بزاف وكنهضروا على المغرب بزاف، ولكن اللي كتعجبو في ما كيجي لهنا كيبغي ياكل عندي، كلشي كيبغي يدير معاه التصويره حيت البلاصه صغيره، وبعد نوات الانسان كيجي هنا على الاكسبيرينس ما كيخليهوش على راحته. ولكن اون ميم طو حنا كنديروا بغيناه حتى هو فاش يجي لهنا يتمتع بهذا الطاجين هذا بلا ما يخمم في شي حاجه اخرى، يكون مرتاح يكون مرتاح مع راساتو، والراحه هي كلشي. وفعلا هذه البلاصه كلها دارك، واللي كيجعل الماكله ديالها وداك الشيء كلها سيكريت وكلها فايب، والموسيقى ديال الجاز، وبغيت الماكله ديالنا كتمشي مع اي حاجه، لان كنعطيهم الموسيقى ديالهم كنعطيهم كل شيء ديالهم، ولكن فاش كينزل الاكل المغربي، الاكل اللي كندير ما دايرش لي مينوت في يديا، حر حيت بلادني ديما عش فيها حر، وهذا كيجعلني انايا نكون طوب ديال اي حاجه، لان البرودوي هي البرودوي في الماكله، وفيها كاع هاد العشوب ديالنا وفيها هاد لي سبايسز ديالنا، اتس بيان. الناس كيقول لك منين جبتي انت هاد لي زيكواسيون، كنقول لهم وهذا الشيء اللي عطاتني بلادي، هذا الشيء اللي عطاوني جدودنا، جداتي وامي، هكا كبرنا. كنكبر انا جاي للمدرسه الدرب كامل كنشم فيه الريحه، واخا يكونوا مطيبين كاملين اللحم بالجلبانه، الا كليتي عند الشلح لذيذ، كليتي عند لاروبي لذيذ، كليتي عند الجبلي لذيذ، فيما تاكل الماكله ديالنا ديما لذيذه، وديما كل واحد عنده تبارك الله يديه، وانا عندي يدي. انت في اطار تحضير واحد الكتاب على الطبخ اللي غادي يطلق هنا في الولايات المتحده الامريكيه، شنو يمكن لك تقولنا عليه؟ فريمون بغيت
نوري البلاد ديالي والعالم كامل، نعطي لي زيكواسيون اللي الناس طيب بها، ونعطي واحد الحياه ديالي تكون في هذا الكتاب هذا. ولكن بغيت هادشي اللي ربح في هذا الكتاب كامل نهديه لشي جمعيه في المغرب اللي نتعاونوا معاها ونتواصلوا باش هاد القنطره اللي كتحقق بيني وبينك توصل حتى حنا نعطيوهم، لان كنمشيو كنمشيو ما كنكونوش معروفين في بلادنا. هنا حنا كنديروا الخدمه ديالنا، ولكن حتى حنا خصنا نديروا شي حوايج ونديهم لديك البلاد، وخا ما بغوش يتعرفوا علينا غنعرفوا راسنا بيدينا ونبداوها من الاحتياجات اللي كنشوفوا فيهم البلاد. وفيما كنشوف كنعاونوا في بزاف ديال لي دومين، ولكن بغيت الكتاب ديالي في الحقيقه الفلوس ديالو تمشي واحد الجمعيه ونوب جايه نقول لك شنو هو الكوز اللي بغيت نهديه ليه. شنو النصيحه ديالك للشباب المغربي اللي باغي ينجح في عالم الطبخ واللي باغي يجي يتوجه للامريكان هنايا كتشاف وينجح؟ اللي بغى ينجح في اي دومين في الحياه ديالو، ما جابنا ربي لهاد الحياه الا هاد الحياه بغاتنا. وبغيت الميساج ديالي ما تنقزوش بزاف، الا كنتي كتعشق شي حاجه سير فيها وكمل فيها وغتوصل. I am chef Ben Benamir. Welcome to Tajin Beverly Hills.